امبارح كان في ظاهره فلكيه نادره جدا، كلنا عارفين الشهب، والشهب دي لما بترسم نوع من انواع الخطوط القصيره كده في السماء بتسمى بزخات الشهب، وزخات الشهب هي ظاهره فلكيه بيتابعها عن كثب هواه الرصد وهواه الفلك، ظهرت امبارح في سماء مصر والوطن العربي، وبيطلق عليها زخات شهب البرشاويات، هنعرف الكلام ده بالتفصيل. ودي بتنتج في المتوسط ما يصل الى 60 شهاب في الساعه او 60 سطر قصير يا منى في الساعه الواحده. احنا محتاجين فعلا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير يا مصر. ايه يا دكتور الموضوع؟ يعني مصر شهدت ايه تحديدا، و الظاهرة دي هل ليها آثار جانبية ولا ملهاش؟ طيب بداية ببساطة كده نعرف الناس يعني ايه شهب وزخات شهب وموقفها ايه وعلاقتها بينها ايه. احنا عارفين طبعا سواء داخل المجموعة الشمسية او خارج المجموعة الشمسية في جسيمات فضائية زي كويكبات او صخيرات صغيرة بتسبح في الفضاء، بيكون محيط بيها غبار او اتربة من تلك المكونات او الكويكبات. لما بتقرب من مدارات معينه من الارض الذرات او الاتربه دي بتخترق الغلاف الجوي للارض وبتعمل الشهب اللي احنا بنشوفها لامعه مضيئه، بمجرد اختراقها من الغلاف الجوي للارض وفي اتجاه سقوطها للارض بتختفي وتبقى يعني تراب ملهاش اي تاثير سلبي لا على الارض ولا على الحياه عليها. طبعا لان الاتربه دي جايه من اي جرم سماوي او اي كويكب بتاخد اسمها، ودي بتتكرر على مدار السنه طبقا لمدارات تلك الاجسام الفضائيه، مش عايز اقول الاجسام الكونيه او الكويكبات او المذنبات. على سبيل المثال زخه شهب البرشويات اللي ذروتها كانت امبارح والنهارده، هي بالمناسبه بتبقى فترتها يمكن اسبوعين او ثلاثه، لكن فتره الذروه بتاعتها دي اكبر عدد من الشهب او زخات شهب بتكون موجود. هي بتبقى شهب فراده لكن بنسميها زخات زي زخات المطر كده، بيبقى في كثافه بيوصلهم زي الزخه دي ل 60 شهاب في الساعه. في زخات شهب هتيجي في اخر 8 او اول 9 او في اكتوبر، الاسديات وحاجات كتيره بيكون. وبتقع فين؟ بتقع فين يا دكتور؟ ده تراب بيقع في الارض في المكان اللي الشهاب سقط فيه وملوش اي يعني رماد كده حاجه هب زي ما بيقولوا. امال احنا بنشوف الضوء ليه يا دكتور؟ ده بيبقى من ايه؟ يعني بسبب اصطدام يعني مثلا الكتل الصخريه دي بالغلاف الجوي، ولا ايه اللي بيخلينا نشوف الضوء ده؟ الاتربه دي او حبيبات الرمال لما بتخترق الغلاف الجوي للارض في فرق شحنات وفرق ضغط وفرق حراره، فبتديني الضوء اللامع للحبيبات الرمل دي اللي احنا بنشوفه اللي هو الشهاب. لكن بمجرد ما بيمشي مسافه بيرجع تاني لاصله اللي هو الرماد حضرتك، وبيبقى متفتت ملوش اي يعني ما فيش واحد هيبقى ماشي في الشارع شهاب يقع على دماغه يعوره. بالظبط انا كنت لسه هسال، في خطوره من الشهب دي انها تسقط على حد او تسقط على عربيه مثلا موجوده او على سطح منزل او على اشجار او غابات او يعمل حرائق، لانه مجرد انه يخترق الغلاف الجوي الارض بشويه خلاص بينطفي بيبقى رماد ملوش اي تاثير سلبي. أي. لكن يعني في كم حاجه مهمه. اولا ان احنا نشوف الزخات شهب دي بالشكل الجمالي كان يعني عنقيد مطر كده مضيئه نازله من السماء. ده منظر فلكي جميل بندعو الناس. حضرتك بتقول بنشوفها بعينينا عاديه ولا لازم نبقى شايفينها باجهزه؟ يعني في احجام اخرى قد تحتاج ان احنا نشوفها بتلسكوب او بحاجه تخلينا نقدر نشوف اكتر، ولا لا هي بترى بالعين المجرده؟ هي بالعين المجرده بتتشاف واضحه جدا لان هي مضيئه زي ما اتفقنا، لكن اللي معاه كاميرات كبيره شويه او تلسكوبات بيشوف صوره اوضح وتفصيل اكتر شويه عن القصه دي. يعني المكان الافضل ليها مثلا كورنيش جبل المقطم، الاماكن المرتفعه، المرصد بتاع حلوان، لو عايزين نعمل نوع من انواع تنشيط السياحه الفلكيه زي ما بيقولوا. كل ما كان المكان مظلم كل ما استمتعنا بالاضاءه بتاعتها اكتر. فعلا. واخد بال حضرتك؟ بغض النظر بقى المكان مرتفع نسبيا او مش مرتفع، لكن الاضاءه اهم عنصر عشان نستمتع بالرؤيه. بناكد برضو ان الاستفاده ثانيه من الشهب دي تاكيد المدارات بتاعت الاجسام الكونيه دي او المذنبات او الكويكبات
ودي حسابات فلكيه المعاهد الفلكيه بتقوم بيها، وده بنأكد بقى دوران الارض حوالين الشمس وحاجات كتيره من اللي بيجاوب عليها علم الفلك واخد حضرتك، واقتران الاجرام السماويه مع بعضها، ميلاد الاهله وبدايه شهور العربيه، كل ده بيدقق الحسابات الفلكيه اللي بيقوم بيها المعهد اللي عندنا في مصر بالاضافه للمعاهد المناظره على مستوى العالم. لكن بنأكد ما لهاش اي تاثير سلبي، ما لهاش خطوره، يفضل رؤيتها ومتابعتها بالعين المجرده، ولا سيما ان احنا في اجازات الصيف الناس يعني تستمتع بقى بالسهرات الصيفيه مع تلك الشهب. صحيح، بنشكرك يا دكتور. دكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.